انا بنت هاي القاع، انا سويت نفسي من هاي القاع، يعني شلون اعوفها وانكر جميلها، يعني شلون امي هاي اذا ما اتعب الامي المن اتعب العاد. من الله خلقنا نسموه العراق بلد الزراعه، العراق عايش كان على الزراعه. وثانيا ما ينقصنا شيء، عندنا نهرين فرات ودجله تسقي العراق كله من ساس الراس. الارض انا بالنسبه لي كل شيء، بس الام مثل الارض والارض مثل الام. الدافع اللي خلينا نشتغل بهاي الطريقة إن نحاول نمارس اختصاصنا على أرض الواقع، نحاول نوصل هدف، الهدف إنه جهدنا وتعبنا نقطف ثمرة تعبنا على أرضنا وعلى بلدنا. أريد كطموح يعني أوقف المستورد ونكون إحنا منتجين في شتى المجالات. يعني أنا على مشارف الخمسين وأحس ما مقدم شيء، وأريد أنه بعد أقدم، وعندي طموح أنه أقدم. والله اللي يشتغل بالجياعين ويشتغل بالزرع يا هنيانة أخير ما يستورد من برا ويجيب، ليش ما يطلع البلد ماله من نبيه؟